عارف هذا سعفان؟ الواحد سمع فتي كتير وقليل، لكن من ساعة بقى موضوع الكورونا ده ما بدأ الفتي عدى الفلنكات. تحس إن المصريين لقوا المادة الخام لممارسة هواية الهبد العنيف. يعني العلماء والدكاترة يقولوا لسه ما جمعناش داتا على الفيروز رغم الأجهزة اللي معاهم والدراسات بتاعتهم، لكن هنا الهبد بيطلع بأداة معتبرة لدرجة إن صاحب الهبدة بيصدقها، لا وكمان يدافع عنها كأنه يعني مصدرها الأمم المتحدة وهو اللي بيبقى مألفها. الواحد قال سعفان تعب، الحمد لله كمان إن الواحد مقطع القهوة حفاظا يعني على صحته من طرطشة الفيروسات، والأهم حفاظا على دماغه من الهري بتاع الناس. شير زيارة سعفان. اخواتي هشربوا ايه؟ شاي بقى. هات 3 شاي ناموس. ماشي. لا بس انا كوبايتي كرتون. 3 كرتون ولا شاي ناموس؟ احنا هلاقيله ولا ايه؟ هات لي كوبايه ازاز يا ابني. 100 مره قلت لك بلاش الازاز، الكرتون احسن يا ابني. بقول لك ايه، اصل انا لو رحت مش هروح لوحدي يا جدعان. مفيش حاجه اسمها كورونا، دي مؤامره الامريكان عاملينها عشان يزرعوا شريحه في مخنا وعشان يخلوا الطفل المصري تاني اذكى طفل في العالم. اسمع دي يا جدع، خلى الله ولا فالك، ده انا الواد بقلب نختي ما شاء الله عليه قرد بيمسك الراديو كده يفكه حته لوحده. ما شاء الله بيفكه ويركبه لوحده؟ لا هو بيفكه بس واحنا بنوديه بقى للراجل يركبه. ما شاء الله. بعدين يا جماعه انا مش فاهم، يعني انتوا مدين للكورونا اكبر من حجمها ليه؟ صحيح عندك حق، اكبر من حجمها ليه؟ ده هو حتى الدور بسيط باتنين كتفان يمشي الدور دي. بتموت يا عم. بتموت ايه؟ ما انا سنه 92 جالي كورونا وما حصلش اي حاجه. 92 كان زلزال يا سمسم، زلزال. ما هو كان فيروس بس شديد شويه. لا مؤاخذه ولادي، اتدخل في الموضوع بس انا شايل في صدري وكاتب من زمان. طلع اللي في صدرك. طلع اللي في صدرك. بس بقى اقول لكم على حاجه، الموضوع ده اللي عامله بصراحه يعني الراجل اللي اسمه نبيل جيتس دوت. نبيل جيتس؟ ايوه هو دوت. ليه؟ علشان يزرع لنا الشريحه تحت بطنه، تاخد كل معلوماتنا، اسمك، سنك، كمان ممكن يعرف رقمك التاني. هو ايه الرقم التاني ده؟ اقول لك يا حبيبي، مش انت حبيبي لما بتتصل بخدمه العملاء بيقولوا لك بتتصل بخصوص الرقم ده ولا الرقم التاني؟ هو بقى بيعرف الرقم التاني. طب ما هو انا ممكن اكلمه من الرقم التاني على طول. طب ما عادي، انا لو اتصلت هيسالني المكالمه بخصوص الرقم ده ولا الرقم الاولاني. شفت بيلففونا حوالين نفسنا. انا كده بقى يا جماعه اطمنت عليكم. ما خلاص، اصل لو الفيروس جه وشاف الراجل البركه ده هيتحرج منه. الوضع حاجه الشاي بيري. لا بس انا مش همشي غير لما اقول لكم على حاجه، ال5G. سمعت بقى الكلام؟ الراجل ده كل يوم يقول لنا معلومه في الصلب. انتوا عارفين ايه ال5G؟ ال5G ده حاجة ماسونية من ساعة ما ظهرت والعالم كله متفيروس، كله. يا سلام. أيوة طبعاً 5G. بص، أول جي جانجز، العصابات الشريرة اللي بتعمل بلاوي. تاني جي جيمز، ألعاب والمرقعة ولا مبالاة، عايزين نضيعوا مستقبل عيالنا. تالت جي جراج، عايزيننا نجرج ونركن ما نتقدمش ولا خطوة لقدام. رابع جي جد، عايزين يبعدونا عن ربنا يا جدعان. استغفر الله. خامس جي جيهان، دي الاكس بتاعتي بس هي كبت كلها فيروس. والفايف جي دول يا اخي انت بتقول كلام زي الفل. لا 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 يا جماعه، ما انا مش مستعد اموت عشان الهبل ده. انا كده خلاص، اصل انا لو رحت مش هروح لوحدي. اخواتي الثري جي، احلى شاي اللي في ازاز للبهوات واللي في كرتون للاستاذ هاني كوفيدو. حضرتك الكوبايه موتني دي حبيبي. معلش بس يا استاذ هاني، بالراحه على الكوبايه عشان هتطبق ومش هنعرف ننزل للناس تانية يشربوا فيها. بلاش ناموس، استلمها مني انا سليمه. ماشي. خد يا ناموس الزفت. يعني ايه الكوبايه دي؟ يعني كان مشروب فيها قبل كده؟ كان مشروب فيها، وكل الكوبايات دي كان مشروب فيها قبل كده. وبعدين ما تقلقش يا استاذ، ما تقلقش، الفيروس ما بيلزقش في الكرتون. ايوه صح، بيتكلم صح. انت عمرك شفت شخصيه كرتونيه جالها فيروس؟ وال 5G دول انت بتقول كلام عسل حبيبي. ايه ده؟ ايه يا ناموسه الشاي الزفت ده يا عم؟ خير يا استاذ؟ خد يا عم الشاي، ما طعمه يقرف. هات لي قهوه زياده
وهات لي هاني كوبايه شاي تانية في كرتونه جديده. لا يا عم انا مش هشرب حاجه من هنا، رايح الكشك اجيب حاجه اشربها. تعالى معايا نبيل. لا يا عم مش جاي معاك يا عم. لا ما انا لو رحت مش هروح لوحدي. خد الحاج معاك. روح معايا يا حاج. اقعد يا حبيبي اشرب شاي. يا جدعان استهدوا بالله يا جدعان، الكورونا دي فيروس زي اي فيروس، اللي بتجيله بتجيله واللي بيكمل بيكمل والبقاء للاقوى. دي مدرسه ياسمين صبري دي اللي بيقول منها. اتفضل يا استاذ سامي. حبيبي. ايه ده يا ناموسه؟ ده ناموسه ايه يا عم القهوه دي؟ وانا من امتى بطلبها ساده؟ والله يا استاذ انا جايبها زياده زي ما حضرتك طلبت. دي زياده؟ طب انا راضي ذمتك يعني، دقها كده. دي بذمتك زياده؟ دي فيها 4 معالق سكر. 4 معالق سكر يا ابني ما فيهاش طعم. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، خليت اشرب مكانك ليه يا عم؟ وريني بس كده، وريني بس كده اللي تعبكوا دي. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان ده لا فيها سكر ولا فيها قهوه. معلش معلش يا جماعه، هو السكر والله بقاله 3 ايام كده ملوش ولا طعم ولا ريحه، وده مخليني مصدع وعندي سخونيه والتهاب في الحلق ودرجه حراره 40 وعندي اسهال، ومراتي سايبه البيت وقاعده عند امها. بس الحمد لله الحمد لله، طول ما انا بشتغل واقف على رجلي مش عايز حاجه من الدنيا. الله عليك. الحمد لله. راجل انت شكلك عندك حق يا هاني، انت شكلك مش هتروح لوحدك. وال 5 جي دول انت عندك حق. ما تيجي يا حاج تحل القعده بقى. ما خلاص بقى يا حاج، انت فين يا نبيل؟ طيب حاج. لا نبيل جدا استاذنك بس دي هجربها. يلا بقى. حلوه منكم لله، منكم لله، منكم لله. دي عزيزي الناصح، عدم اهتمامك بصحتك مش شطاره ولا فهلوه منك، لانه مش بيضرك بس، ده بيضرك وبيضر غيرك كمان. البس الكمامه وحافظ على المسافه الامنه، واتبع كل الاجراءات الاحترازيه حفاظا على سلامتك وسلامتنا كلنا. امضاء اسره البرنامج.